مخطط بهالعقار. صحيح والله، صحيح والله يا زجران. اول انا اذكر شنب اخوه شنب سامي حدود هنا الله صبغ الفنان قال لك كم تبي طولي بريضي ما لقى نفس المقاس صدام ركب له مايك رابر لا لا اخوي سام لا 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 خلاص وسط صدرك اخوي وسط صدرك اخوي سام دقيقه بقول لك هاي دقيقه طاح مسمار على وقتك اقول انت ما يجلس وياكم خلاص لا لا والله اخوي سامي سمسم 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 اخوي سامي والله ما تمشي والله يا اخي لا لا والله ما تمشي والله والله ما تمشي والله ما تمشي دقيقه يا شباب دقيقه يا شباب 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 تتعهدون كلكم بديش تتعهدون كلكم كلكم كلكم